وضع مالي حرج تمر به البلاد منذ سنة 2014، عجز في الموازنة والميزان التجاري، شح الموارد المالية بعد انهيار سعر البرميل، دين داخلي فوق عتبة 60 مليار دولار، يضاف إليها صدمة نفطية أخرى جراء وباء كورونا وفشل اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمستقلين، قذف بسعر النفط إلى ما تحت 30 دولارا للبرميل، حيث سجل اليوم 21 دولارا. الحكومة لن تطبع النقود ولن تستدين أيضا، فمن أين ستأتي بالموارد المالية لتمويل مخطط عملها الذي يحمل أيضا نفقات جديدة، معادلة نوعا ما صعبة سنحاول أن نناقشها هنا في فضاء موازين، يأتيكم على المباشر من قناة نيوميديا تي في، وفيه أسعد باستضافة كل من الأستاذ عبد الرحمن خالفة الوزير السابق للمالية والخبير المالي. أهلا بك أستاذي الكريم، أشكرك على تلبية الدعوة. شكرا. كما يتواجد معنا أيضا الأستاذ محمد هاشم هشام القاسمي الحسني، مدير الرقابة الشرعية بمصرف يا سلام. أهلا بك أستاذ القاسم، أشكرك على تلبية الدعوة أيضا، وخاصة في هذه الظروف أيضا التي تمر بها البلاد من حيث انتشار الوباء. كما أسعد أيضا باستضافة الأستاذ محفوظ كاوبي الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ محفوظ، أشكرك على تلبيتك الدعوة، دائما أنت في الموعد معنا في هذا الفضاء الاقتصادي. إذا كنت قدمت أستاذ عبد الرحمن من خالفة مقدمة نوعا ما على الظرف المالي الذي تمر به البلاد، وبصفتك وزيرا سابقا وكنت عضوا أيضا في الحكومة، اليوم كان فيه اجتماع أيضا للوزير الأول سيد عبد المجيد عبد العزيز جراد مع وزير المالية وأيضا وزراء آخرين، كان فيه الحديث عن توجه نحو قانون مالية تكميلي، حتى كانت فيه أيضا قانون مالية تكميلي ثاني بعد السداسي الأول من هذه السنة. أردت أن أسأل قبل أن نبدأ النقاش عن الظروف المالية التي تمر بها هذه الآلية، آلية قانون المالية التكميلي، هل بقانون مالية تكميلي ثاني نحن نبدع نوعا ما في تسيير الأمور المالية للجزائر، ونعرف كنا هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد؟ شكرا على الدعوة الكريمة، ولابد لنا من شجاعة كبيرة في هذه الأيام، لأنه بدأنا السنة 2020 بدأناها من ناحية المؤسساتية، نحمد الله على أنه خرجنا من الامباس، من المأزق اللي كنا فيه في 2019، ولكن تزامنت الآن شيئين مهمين، تزامنت هذا البلاء الكبير كبير 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 جدا، يعني لا يمكن أننا وباء عالم ولكن حتى ضخم وله تداعيات كبيرة، تزامنت كذلك مع هبوط غير منتظر تاع أسعار البترول، لأنه تقريبا تقسيم اثنين، لأنه كنا في 65 تقريبا، الآن رانا في 30 اليوم 21 دولار للبرميل، يعني نزل بسرعة كبيرة. فنحن إذن في مرحلة صعبة معقدة، تكلمت على ما بدأت فيه السلطات العمومية، إن شاء الله ربي يساعدهم لأنه مش سهل المهمة في قانون المالية. قانون المالية هو كان، حتى لو لم يأتي تأتي الكورونا، كان قانون المالية مبرمج مشروع قانون مالية تكميلي. الرئيس تكلم عليه لماذا؟ لشيئين اثنين، أولا لأنه قانون المالية نتاع 2020 كما هندسة، تمت هندسته في 2019 سور ديمونسيوني، يعني فوق طاقة البلد، 75 مليار دولار بعجز يناهز تقريبا 15 مليار دولار، يعني 7500 دينار وعجز ب 1500 فوق تحمل البلد، زيادة عن كون أن الإدارات زادت شوية، الوزارات زادت، الولايات زادت، الولايات المنتدبة زادت فوق طاقة تحملي. فالرئيس تكلم على أنه استدراك من ناحية ضريبية، واستدراك حتى من ناحية الإنفاق، ولكن كان من المفروض أننا نفتح جبهة ثانية وإن شاء الله نفتحها، هو تعبئة موارد بديلة جديدة. هذا ما سنتحدث عنه، هذا ما سنتحدث عليه. فكان في هذه الهندسة نتاعه، فإن شاء الله نبقى في نفس الخط، ولكن الخط الثاني نتاع بحث موارد جديدة، سواء عن طريق القرض سندي، عن طريق احتواء مالي وضريبي جديد، من طريق فتح المجال
لمن نتائج أو منتوجات جديدة منها المنتوجات الإسلامية في البنوك إلى آخره. هذا سيكون صعب شوية الآن في الظروف الحالية، لأنه نحن أمام ثالث جبهة هي جبهة الكورونا. نعم أستاذ بن خلفة، أنت تحدثت على نقطة مهمة جدا تجعلني أسأل سؤالا آخر. أنت قلت أنه في قانون مالية 2020 تم هندسته في سنة 2019 كان فوق ما تتحمله وما تطيقه الدولة الجزائرية، ولكن حتى قانون المالية التكميلي يبدو أنه يحمل أيضا نفقات جديدة عندما يتطابق الأمر مع البعد السياسي وبرنامج رئيس الجمهورية الذهاب نحو إلغاء بعض الضرائب على شاكلة اليارجي وما يشبه ذلك. هل ترى أنه حتى من هذا المنظور الدولة الجزائرية، خزينتنا العمومية، طاقاتنا لا يمكن أن تستوعب أيضا ما سيأتي في قانون مالية تكميلي، ونحن نتحدث أيضا عن قانون مالية تكميلي ثاني؟ لا والله، ثانية لا نتكلم على الثاني والأول، نتكلم على قانون مالية، لكن ممكن أنه يخرج قبل الجوان، ونحن وهم مشكورون الحكومة وسيد الرئيس أنه يخرجوه قبل، لأنه في استدراكات حتى من ناحية الضريبية للريجيم فيسكو، لكن يفتح باب ثاني أو ثالث. كل البلدان الآن عندها كلفة الكورونا لابد من تغطيتها، وهي لعاتق الدولة، كلفة اجتماعية، كلفة طبية، وكلفة اقتصادية، لأنه الشركات كلها خلال هذه المرحلة لابد من مؤازرتها. فهي القانون المالي الأول كان فوق طاقتنا، الآن احنا ما عندنا إلا اختيار واحد، أنه فعلا لابد أننا نواجه تداعيات الكورونا بموارد تاع الدولة، جزء منها كبير تاع الدولة، ولكن في نفس الوقت لابد أننا نعيد النظر في الالتزامات نتاع الميزانية الأولى، ونفتح باب الإصلاحات بسرعة كبيرة. وسنتحدث أستاذ عبد الرحمن بن خلفة خاصة عن الإصلاحات المالية المالية الاقتصادية، أننا نفتح هذا الباب، لأنه ما عندناش لابد أننا نعمل في الظرف، أننا نتحمل هذه الكورونا بأدوات كاملة، وما لازمش نقتصد فيها لأنه لا تقبل الاقتصاد هذه، ولكن في نفس الوقت لابد أننا لأنه ظرف خاص وطارئ واستثنائي في فتح الإصلاحات الاقتصادية، وخصوصا أنه الآن راهي على الأبواب، ولكن نفتحها فعلا بهندسة جديدة، مش فقط كنا نتكلم ليس بطريقة عشوائية وبأوامر بهندسة جديدة. نحن في مرحلة معقدة، أنا مانيش من الناس اللي يتشائموا كثير، لكن لا بد أننا نقول الحقيقة، والرئيس في حد ذاته يقول أنه في السنة من أصعب السنوات عشنا هذه السنة في 2015 و2016 عندما نزل البترول من 120 تقريبا، ولكن كانت ظروف مختلفة، لكن ما كانت كورونا أولا، وثانيا قلنا بعض المبادرات، وثالثا الآن أفاجئ أن هذه المبادرات حبست. فإذا من جديد أننا نواجه في نفس الوقت ميزانية كانت كبيرة، ونواجه كورونا، ونواجه جبهة الإصلاحات الاقتصادية قبل آخر سنة. أستاذ بن خلفة، حتى نفسح المجال أيضا للحديث عن هذا الجانب في الجزء الثاني عندما نتكلم على الإصلاحات المالية، حتى ذكرت أنه فيه أثر اقتصادي كبير لهذا الوباء، وباء كورونا. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعلن عن تقريبا فقد أكثر من 21 مليون منصب شغل جراء هذا الوباء، ليعلم المشاهد أثر هذا الوباء حول على الاقتصادات، خاصة عندما نتكلم على اقتصاداتها شكل الاقتصاد الأمريكي. أستاذ محفوظ كوبي، تقريبا الأمر الذي يحمل الغموض دائما في الجانب المالي في الجزائر، عندما يتحدث مثلا المسؤول الأول عن البلاد وحتى الطاقم الحكومي عن لن نذهب للاستدانة، لن نذهب أيضا إلى طبع النقود، فيه غموض. ومنذ حتى كان الأستاذ عبد الرحمن بن خلفة أيضا ضمن الطاقم الحكومي كنا نتحدث عن هذا الجانب، من أين سنأتي بالموارد، وكأنه نشعر في بعض الأحيان أن هذه الحكومة لديها صناديق أو لديها مورد لا تريد أن تكشف عنه، عندما تتحدث عن لا أذهب إلى الاستدانة ولن أطبع النقود. هذا هو السؤال الذي يطرح لهم الآن. الرغبة في عدم الذهاب إلى الاستدانة يمكن أن تكون من ناحية نظرية، لما نكون في سعة ستان شوى، هو خيار يمكن أن أي إنسان أو أي حزب أو أي توجه أي مذهب، كان إنسان عنده في مذهبه
لا يريد ذهاب إلى الاستدانة داخلية أو خارجية. حتى في الجزائر تحمل حرج كبير و... لكن الآن لما نتعامل مع الوضع والآليات والواقع، لأن الأمر كان مؤرق أصلا في ميزانية 2020 مع الحكومة السابقة، لأن كان فيه نوع من الأوبتيميزم سواء في الجباية العادية التي كان من المنتظر أن تزيد بحوالي 8% اعتمادا على مداخيل سنة 2018، و2018 كان فيه وضع اقتصادي إلى حد ما جيد، وكان فيه طبع نقود، وكان فيه حركية اقتصادية تمكن من جباية في مستوى معين. ولكن قبل ما نتكلم على كورونا سنة 2019 فيه نوع من الإحباط ونوع من الضعف في مستوى الحركية الاقتصادية سواء التجارية خاصة الأشهر تقريبا الأخيرة من السنة. خذ من شهر 2 وبداية الحراك حتى نهاية السنة، الإحصائيات ديوان الوطني للإحصاء يتكلم بصفة واضحة جدا عن تراجع مستوى الاستثمار ونسبة بحوالي نسبة 1.5%. الحركية التجارية أيضا، نزيد نقول لك أكثر من ذلك، أن الواقع الحالي فيه نوع من تراجع مستوى النشاط الاقتصادي، بل ونوع من الإحباط الواقع الموجود عند القطاع الاقتصادي خاصة القطاع الخاص، مشاكل كبيرة في pour la mobilisation des financements مع البنوك نتيجة لأوضاع يعرفها العام والخاص. إذن لما نتكلم على الجباية العادية أصلا ومستوى مداخيل المرتقبة في ميزانية 2020، أظن بأننا بعيدين بكثير على إمكانية تحصيل ما هو ما كان من المرتقب أن يكون أصلا. زيد على ذلك الآن جباية بترولية التي يمكن أن تكون تنقص بحوالي 60% إذا خذينا بعين الاعتبار، اللهم إلا إذا كان فيه عودة الأسعار إلى مستوى آخر، وهو كل التنبؤات سواء الأوسيدي أو الأفامي ولا بنك مونديال، إحنا بصدد حتى الذهاب حتى المؤسسات المالية الأخرى المتعودة على تقريبا وضع مثل هذه التقارير التنبؤات. إذن وكما كان يقول سي بن خلفة الآن، حتى الحركية الاقتصادية التي كان من المفروض أن نعود إلى مستوى استثمار إلى مستوى نمو جديد يمكن من تحصيل التحصيل الجبائي في مستوى معين، إذن أصلا نحن في أزمة تمويل. إذن إذا كانت فيه جمود في الميزانية العادية لا يمكن أن نعيد النظر فيها بمستوى جيد، وإذا كان فيه مرونة ناحية الأسفل بالنسبة للجباية البترولية، من أين سنأتي بالأموال؟ علما بأننا استنفذنا تقريبا كل السبل. سي بن خلفة كان يقول يتكلم على 2014-2015، ولكن كان فيه صندوق ضبط الإيرادات، كان فيه إمكانيات أخرى، لي ريزيرف تاع لا بنك دالجيري، لا ديستريبيوسيون تاع لي ديفيدوند دو لا سوناتراك. إذن كل هذا كان ممكن، استنفذنا كل السبل، واستنفذنا أيضا سبيل كبير اللي هو التمويل غير التقليدي الذي استعمل بطريقة عشوائية للأسف الشديد. الآن القول بأننا لن نذهب إلى المديونية سواء داخلية أو خارجية، أظن أنه غير ممكن أن نحل الأزمة، خاصة أن برنامج الحكومة يتكلم على الإبقاء على نفس مستوى الإنفاق، بل يعيد بزيادة في الإنفاق، عدم الذهاب إلى إعادة النظر في الفوايي الأساسيين اللي هما يمكن أن نؤثر بهم على من أجل تقليد من الموازن، عجز الموازنة العمومية. نتكلم عن التحويلات الاجتماعية، لا أحد يريد أن يعيد النظر. نتكلم عن القطاع العمومي والشركات العمومية والمنطق تسييرها، واللي أصبحت تشكل عبء كبير على الخزينة العمومية. نتكلم عن طريقة تسيير قطاع السكن، نتكلم عن كثير من الأمور. إذا إن لم نعد النظر، المشكل الآن ليس في المداخيل كما يريد أن يصور لنا الأمر، المشكل في النفقات التي هي في مستوى كبير بعيد كل بعد عن مداخيلنا، في منظومة الصرف اللي هي منظومة إسراف أكثر منها منظومة الصرف، طرق وكذا وكذا وكذا، وعمليات دعم
للأسف الشديد على المستوى الميزانية فقط تشكل كارثة من ناحية منطق الحفاظ عليها هو مغامرة كبيرة، وعدم إعادة النظر في هذا الأمر دليل بسيط يبين بأننا لا نذهب إلى التصحيحات الهيكلية التي من المفروض أن نذهب إليها إن أردنا أن نحل المشكل. إذن الآن أعيد وأؤكد على أن عملية التعبئة مهمة ليس فقط للأموال بل تعبئة الشعب الجزائري بمصارحته بأن مستوى الإنفاق الحالي على الأقل على المستوى الاجتماعي لا يمكن تحمله، سواء لا يمكن للأجيال القادمة أن تتحمل أكثر مديونية أكثر عبء للأسف الذي يذهب في نسق الاستهلاك وليس نسق الاستثمار. إن استمرينا في نفس المنطق القول أننا لا نذهب استدانة لا نعدل منظومة الصرف، فإننا سنستنفذ للأسف الشديد احتياط الصرف، وللعلم بأن مستوى التضخم الذي يعد ظاهريا ضعيف ولكن سيلارب كيكاش لافوري، لأن احتياط الصرف لو انهار فإننا سنمر إلى مستوى تضخم رهيب، وبالتالي سنكون في ان سيناريو على فيليزونيال اللي يجعل من عملية إعادة. إذن الآن الحكومة أظن بأن أزمة كورونا فيروس ستكون جمري بيان باش تكون ستاندكتور اللي راح يخليها تذهب إلى الحلول الحقيقية العاجلة، وأن تعبئ الشعب كما نعبئه على المستوى الصحي. من محاسنها سي محفور. نعم، لأن الأزمة ليس فقط في مساوئها، فيها أشياء. أنه نزل الدينار في إذا كان آلية تصحيحية الآن رأوا الآن 18 قيمة الدينار في السوق الموازية، فإذا كان الآليات الاقتصادية اللي سامع نسمح محفوظ بدأت الآن يمكن أن هذه المرحلة نضبط فيها زيادة على أنه تتكلم على المديونية. أنا بصراحة بأمانة عندما قرأت برنامج الحكومة كمواطن شفت فيه بوكو دو براغماتيزم، فخرجنا شوية من الدوغماتيزم إلى البراغماتيزم. فعندما أقرأ أنه لا مديونية، هذا قرار سيادي، لكن لا مديونية للدولة. أما صنع الغاز غدا إذا أعدنا النظر في البري، ما يتكلم هو على التحويلات الاجتماعية، مش فقط نصحح الأشياء من حيث الإنصاف، نصحح الأشياء من حيث القيمة الحقيقة الاقتصادية. الحقيقة الاقتصادية. فعندما صنع الغاز غدا تستمر في استثماراتها، لبور يستثمروا في استثماراتهم، لكن إذا كان رجعنا إلى منوال ثاني أنه الشركة اللي تستدين غدا في الخارج عندها كفاءة استرداد، ولكن كفاءة استرداد ما تكونش بالأسعار المدعمة، تكون بالأسعار الحقيقية. أستاذ بالخاف تتكلم عن كفاءة الاسترداد، أردت أن أطرح السؤال الأستاذ محمد الهاشمي هشام القاسمي عن نقطة تتعلق ب الاستدانة في الجزائر. بكل هذا التحفظ أستاذ القاسمي، بكل هذا نوعا ما الغموض عندما نتكلم على الاستدانة، نذهب حتى القول إلى حرج كبير عند المسؤولين عندما نتطرق إلى هذا الآلية الاقتصادية. هل ترى أنه اليوم عندما نتكلم على الاستدانة ابتعدنا عن الحقائق الاقتصادية؟ أي ضمانات تقدمها الجزائر اليوم على المستوى الاقتصادي، على المستوى المالي، على مستوى منظومتها المصرفية، على كل هذه الأمور التي يمكن من خلالها أن تتوجه للاستدانة، حتى الحديث عن الاستدانة هنا يصبح نوعا ما منطقيا؟ نعم، أولا أشكركم على الاستضافة، وبخصوص فعلا موضوع الاستدانة ربما الحديث لن ينحصر في مسألة ضمانات ربما التي قد توفرها الدولة في إطار الاستدانة، وإنما اليوم المشكل الأزمة التي تعيشها دول العالم ككل أدت إلى انحسار أيضا مجال الاستدانة في حد ذاتها. يعني من أين، ممن تستدين اليوم، إلى من تلجأ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، الأزمة التي تمر بها العالم جراء المرض والوباء هذا الذي انتشر، جراء يعني سوق نزول أسعار البترول بهذا النزول يعني الحاد والذي أثر في مختلف الأسواق العالمية. فهذا أمر يعني فعلا راح يكون أيضا من المؤثرات ومن الأمور التي لابد أن تراعى من قبل الدولة. اليوم فعلا الصورة ربما هي صورة سوداوية للاقتصاد، لكنها ليست تشاؤمية، لأنها تدعونا إلى ضرورة النظر من يعترف بالحقائق
ممكن أنه لابد أن نعترف بالطبع، لابد لذلك لابد أن ننظر إلى هذه المسألة نظرة جدية وعميقة، عميقة وسليمة وصحيحة وفق رؤية استشرافية. بالطبع احنا كنا نتحدثوا لعله يعني مما أثرتموه في حديثكم في مجال ربما الحلول التي تبتغي السلطات اللجوء إليها كحلول بديلة لتجنب اللجوء إلى الاستدانة ولا تجنب اللجوء إلى طبع النقود، هو مسألة المالية الإسلامية بمؤسساتها وبأدواتها. لكن في الوقت ذاته نحن نقول وكذلك نكرر في كثير من المنابر إلى أن المالية الإسلامية لا تملك الحل، لا نهم الناس بأنها هي الحل الذي يمكن أنه أن يوفر فعلا هذا البديل لبديل لهذه الموارد التي تحتاجها اليوم الحكومة من أجل تنفيذ مخططها. ربما المالية الإسلامية في ظروف معينة أيضا، ليست في الظروف الحالية ربما التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم كذلك، كان يمكن ربما أن تحقق وتكون جزءا من الحل. بحكم أنها أستاذ قاسمي أن الاستنجاد بمثل هذه الآليات في ظرف صعب ممكن أن يرهن نجاعتها. بالطبع أكيد، كما أنه في الوقت ذاته يعني الحديث عن اللجوء إلى هذه المالية إلى المالية الإسلامية من باب يعني محاولة استقطاب الكتلة النقدية اللي راهي اليوم خارج القطاع البنكي للأسف، وهي كتلة يعني لا بأس بها والتي يعني ربما كان داعي إليها أمران اثنان، يعني ربما فيه جزء حقيقة مهم اللي هو فيه يعني يعود إلى قناعات هؤلاء المتعاملين سواء كانوا أفراد أم اقتصاديين، وفي الوقت ذاته الأمر الثاني اللي هو مهم لابد أن ننتبه إليه هو مسألة الثقة. الثقة للأسف لا زالت إلى يوم الناس هذا يعني ضعيفة جدا ما بين هؤلاء وبين السلطات وبين الحكومة. فاليوم هذا جسد الثقة اللي لابد أن يبنى ويعاد تشييده ما بين كلا الطرفين هو مهم من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية. أستاذ قاسم، الإشارة اللي قلت أنه لابد من عامل ثقة، هل يجعل تقريبا تحليلك لهذا الأمر متعلق بعدم الجدية الملتمسة في الكثير من الأحيان عندما نتكلم على آلية الصيرفة الإسلامية فيما يخص السلطات العمومية؟ كان الحديث في 2014 عن توجه إلى مثل هذه الآليات حديث سياسي، خطاب سياسي موجه لوسائل الإعلام أيضا للمواطن الجزائري بعدها، وكأن الأمر عندما يصل إلى البنك المركزي الجزائري الأمور والمنافذ تغلق، وكأن التفكير البنكي الكلاسيكي لمن يشرفون على هذا البنك هو من اليوم يجعل هذه الآلية صعبة نوعا ما في تطبيقها في الجزائر. بالطبع كان لذلك أثر، ولذلك احنا اليوم ندعو إلى أن يكون التفكير تفكيرا جادا يعني، ونتمنى أن يكون التفكير جاد بإذن الله ويشرك فيه مختلف يعني الأخصائيين والفنيين في إطار إعداده ووضعه، ولأنه حتى مسألة الاستعجال اليوم في محاولة تأطير هذا النشاط ووضع قواعده ومعاييره وأطوره التنظيمية بشكل متسرع قد لا يفيده أكثر من مما يضره. فبالتالي اليوم نحن الذين نطمح إليه فعلا نحن نريد أن نقدم ونؤسس لهذا البديل يعني بكافة طبع أطوره ونظمه مؤسساته، لأن اليوم نحن نتكلم على مؤسسات متعددة يمكن لها أن تفيد فعلا النشاط الاقتصادي في الجزائر. نتكلم على أدوات مالية أيضا، أدوات مالية مقابل الأدوات الدين التي كانت تلجأ إليها السلطات فيما مضى يمكن لها أيضا أن تفيدها. نتكلم على مؤسسات أخرى يعني التي نحن في حاجة إلى تفعيلها، من ذلك مؤسسة قطاع الخير التي ظلت للأسف لمدة طويلة مهملة. بالطبع هذه كلها يعني في مجملها يمكن أن تحقق جزءا من هذه الحلول التي تنشدها السلطات، ولكن في ذاتها ليست هي الحل بذاته، وإنما هي تحتاج إلى أن تستكمل برؤية اقتصادية متكاملة شاملة في الدولة. حتى الآلية ممكن لا تنجح عندما تكون بيئتها غير موافقة لما تطمح إليه هذه الآلية. أستاذ، مش البديل، إحنا دائما عندنا الحلول الاقتصادية عندنا دائما جزئية سيجمنتي مجزأة. الصيرفة الإسلامية يمكن أن تكون من أكبر مكملات، بالطبع نحن بدأنا فيها منذ أكثر من 10 سنوات، نقول هي رافد ثاني أو ثالث هي اللي توسع لبنكاريزاسيون، لكن مش وحدها مش ختم
كي يقول سي محفوظ خاتم يعني انه بهذه او عصا موسى كاي ايه او عصا موسى جماعه البنوك هم احسن مني في القضيه يقولوا اننا نحن فرع رافد من الروافد الاخرى كاين جهاز كاين نحو تبنيك هذا هو اولا اهدافها انه وحول ادخال الاليات العصريه الماليه كاين السوق الماليه انا الايام هذه والله يعني لدي كل الثقه فيما تعمله الحكومه قريت البرنامج ولكن عندما ستارت اب ينظر اليها وكانها انساج بيس ستارت اب في العالم لا تمول بالبنوك تمول بالفون دافستيسمون مواقع وبالسوسيتي دو كابيتال ريسك اللي اسمها معروفه يعني بعض المواقع على شكل كيك ستارتر من يمول الادوات الاسلاميه ممكن حتى انه الادوات الاسلاميه لانه الادوات الاسلاميه جزء منها اقرب الى التمويل بالاكويتي كما يقالوا يعني بالرساميل اكثر مما هي بالقروض فهل الهندسه الماليه المتعدده الروافد اللي لابد البنك المركزي ياخذ فيها جزء كبير والمتعاملين في السوق غير موجوده في مخطط عمل الحكومه هذه اللي ما تقدمناش فيها وحنا غير موجوده استاذ عبد الرحمن مش غير موجوده نبدا في شيء ثم اصلاح المالي والمصرفي وحبسنا النقود الالكترونيه التسويات الالكترونيه وحبسنا الرقمنا. احنا نبدا وفي وسط الصلاه يعني هذه الحلول وعندما نرى شيء جديد نظن انه البديل مش بديل ليس بديل مكمل استاذ بن خالفه فيه نقطه تخيف الكثير من الخبراء في الجزائر وتجعل الكثير منهم يفقد الثقه حتى في مثل هذه المخططات مخططات عمل الحكومات المتعاقبه في الجزائر من بينها عندما تذهب الى تجنيد هذه الموارد الماليه الموجوده خارج القنوات الرسميه على شاكله السوق الموازيه التي تقريبا تتضارب الارقام لا. حول قيمتها الحقيقيه ولكن السؤال الذي يساله الكثير من الخبراء ماذا سنفعل بهذه الكتله عندما نستقطبها وهو ما يجعل الكثير من يتوقعون ويقومون بالاستشراف يقول انه ان كان استغلال مثل هذه الكتله النقديه على شاكله ما نفعله اليوم من سياسة للإنفاق فلا داعي أصلا أننا نستقطب هذه الكتلة فلندعها في سوقها الموازية هي تحل مشاكل الكثير من المواطنين النظرة هي اللي في النظام المالي والمصرفي في الآليات ذاتها وليس أنك تستقطب وحوكمة الاقتصاد وآليات الاقتصاد وأدوات الاقتصاد والاقتصاد ما يمشيش بالأوامر يمشي بدواليب دي ميكانيزم يمشي بآليات يمشي بديز اوتوماتيزم يمشي مثل الموتور مثل محرك تاع سيارة مش تتأمر بأمر وما يحتاج إلى قوانين يحتاج إلى هندسة دايما احنا نتكلموا على انجينيري ما نتكلموش على ريغلومونطاسيون كل ما زادت الأوامر كل ما في بلدان كثير يقول لك انه سومزون تران دو دي ريغلومونتي خارجين من القانون وداخلين في الهندسة هذه النظرة يمكن ان نبدا فيها وحنا شعرنا انه سنبدا فيها ان شاء الله في 2020 لانه حتى من ناحيه البت السياسي لا فولونتي بوليتيك كما يقال او الاراده السياسيه عندنا حكومه جديده عندنا رئيس جديد لاول مره نشهد مجلس وزراء كل اسبوع نشهد اتصال مباشر من الرئيس هذه اشياء يمكن ان تكون من الناحيه النوعيه انطلاقه جديده لكن ما لازمش في نفس الوقت مباشره بعد نمشي الى الادوات القديمه اللي هي الدوكري والامر ادمنستراتيف وكذا فعندنا عندنا الان اطر ننجح بها لو لم تكن الكورونا في وسط الطريق لكن لابد اننا نعمل كما لو لم تكن الكورونا لان الكورونا ياتي ربع شهور خمس شهور ست شهور سبعه لابد البلدان اللي كلها راي يعني حرب عالميه ضدها فننجح يوم من الايام ونخرج بها ما لازمش تكون كذلك ظرف يرجعنا الى المراحل اللي كنا رجعنا فيها عندنا الان نعم. امكانيه اننا نقفز قفزه نعم. جيده استاذ عبد الرحمن في اداره الاقتصاد نخرج فاصل قصير ثم نواصل نقاشنا مشاهدينا الكرام